سلام، كيفكم؟ شو الاخبار؟ معكم ايمن تيوبر ورحمه تيوبر. طبعا اليوم احنا عارفين وين احنا، في الحديقه المسكونه. شفا امبارح اتصلت علينا وحكت انها راح تكون هون، فما بعرف شفا شو بتسوي هون وشو بدها. ما بعرف، على فكره هاي المنطقه او هاي الحديقه فيها كثير شخصيات مرعبه، شخصيات كرتونيه شريره ومليانه مليانه شخصيات شريره. اي، ما خلينا نرن على شفا ونشوف. يلا خلينا نتصل على شفا، بس قبل ما نتصل على شفا بدنا الكل يعمل لايك لهذا الفيديو ويكتب في التعليقات تم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، شكراً 6 مليون مشترك. يلا خلينا نتصل على شفا. معقول ترد؟ إن شاء الله ترد. هاي هاي هاي، قاعد بتصل يا جماعة. ردت. ألو شفا؟ امسك 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 الجوال على الكاميرا، خليني بس أفرجيهم. إيه أيمن. شفا كيفك؟ أهلاً يا أيمن. شفا. هيها. شفا معاك يا ايمن. انت قلتي لنا انه بدك تكوني بالحديقه المسكونه، هينا عند الحديقه. انت وين؟ ايه انا في الحديقه. طيب وينك انت؟ انا فوق 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 عند الشجره. عند الشجره فوق. تعال تعال يا رحمه تعال. طب شو تساوي في هون؟ شخصيات شريره، ديري بالك يا شفا، انت راح تسوي لنا مصيبه هون. دير بالك يا ايمن، ترى كلها شخصيات مرعبه. اوف، انت فوق. طب ديري بالك، في هون دب شرير، حتى المتابعين يعرفوا هذا الكلام، صح يا متابعين؟ اتكلم، اسمعني الحين. استني استني، كأني شفت اشي مر يا جماعة، في اشي مر من هون. رحمة شفت اللي مر من هناك؟ انا ما بعرف ايش هو. شو هذا؟ ما بعرف شفا. شو اللي اوف 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 هاجم على شفا؟ تعال تعال يا رحمه. يلا يلا يا ايمن. طيب طيب طيب، هسه هسه بنيجي ننقذك. استني، انت كل مره بتسوي لنا مصيبه يا شفا. ابغى رحمه تنقذني. بدها اياكي تنقذيها يا رحمه. يا الله يا ايمن، طب كيف هذا الشرط؟ اذا رحمه تنقذني اوف كفل الخط. سلام. يلا يلا سلام. اسمعي، هي بدها تسكر الخط. ايه ليش هيك؟ يمكن في حدا اجى عندها. طب هينا طلعنا فوق يا جماعة، إذا شفتوا أي إشي أمانة اكتبوا لي في الكومنت. تمام؟ إذا شفتوا أي إشي يمر من هون اكتبوا لي في الكومنت يا جماعة. كأنه في إشي جاي من بعيد. يا الله، شفتي يا رحمة في إشي غريب مر. لا يا أيمن، شو هاد؟ ما بعرف. يا الله يا الله يحميكي يا شفا، بالله عليك اكتبوا في التعليقات الله يحميكي يا شفا. أنا كثير خايف عليها. طب هي شفا كل مرة ليش اجت هون يا أيمن؟ ما بعرف، كل مرة تسوي مصيبة، بدها تستكشف المكان. يا الله، لازم احنا غلط يا شفا من قبل. غلط يا شفا، هيك تساوي. في صوت غريب، في صوت غريب جاي من هناك. تعالي يا رحمه، في صوت غريب جاي من هناك. يلا يلا يا خيلوا نلاقي شيء. معقول؟ ان شاء الله نلاقي شفا وننقذها. سامعين؟ سامعين الصوت؟ اللي سمع الصوت يكتب في التعليقات. انا أيمن، أنا والله كثير خايفة. رحمة، طب شفا قالت أنا فوق، وينها؟ ما في، مش مبين، مو موجودة. كأني لمحت شفا هناك، كأني لمحت شفا هناك. بسرعة لازم ننقذها. كأني لمحت شفا هناك. هيا هناك هناك، وين راحت؟ هي يا جماعة يا جماعة، هي 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 شفا، هي شفا، هي شفا طلعت فوق، طلعت فوق ومعها واحدة، طلعت فوق ومع، طلعت من هون يا رحمة. شفا طلعت من هون يا رحمة. يا الله يا أيمن، طلعت من هون يا جماعة وطلعت فوق. تعالي تعالي، خلينا نحاول نلحقها. يلا يا الله، يلا تعالي يا رحمة، تعالي تعالي تعالي. طلعت فوق. يا الله يا أيمن، أنا والله خايفة. وين راحت؟ ليش طلعت على الشارع؟ لا يا أيمن، يمكن راحت من هون. ولك كأنها طلعت بسيارة تاكسي، كأنها طلعت في السيارة هذيك. هربت يعني شفا؟ شكلها هربت، شكلها شافت شيء مرعب وهربت. معقول شافت شيء مرعب هون؟ تعالوا خلينا نشوف. تعالوا أحسن يا أيمن. استني بس خليني أشوف هي إيش شافت، ليش هربت كل هذا الهروب؟ أكيد شافت شيء مرعب. شفت اللي مر؟ أنا ما بعرف إيش هو يا جماعة، اكتبوا في الكومنت. شخصيات غريبة. ما بعرف،
بسرعه يا جماعه الكل يعمل لايك عشان شفا ترجع، اعملوا لايكات للفيديو واكتبوا في التعليقات تم. يلا 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 لايكات لايكات بسرعه بسرعه يا رحمه تعالي لازم نلحق شفا. انا بقول نركب بالسياره ونروح على شفا. يلا يلا نروح على شفا. شوفوا يا جماعه في هون درج سري، طلعوا المكان السري، هذا باب صغير، باب صغير. دير بالك انتبهي قاعدة تزحلق هاي المنطقة. تعالي من هون. يا الله يا أيمن، هذا درج سري يا جماعة، هذا بيودي على السجن المسكون. السجن المسجون السجن المسجون. رحمة من الخوف صارت تخربط يا جماعة، أنا كثير خايفة عن جد يا أيمن من الخوف. رحمة صارت تخربط. يا الله شو بدنا نعمل عن جد؟ كيف بدنا ننقذ؟ مش عارف مش عارف. أكيد شفا هربت. معقول معقول في حدا هون بالسجن؟ ما في حدا. السجن مظلم ورائحته كريهة. رائحة كريهة. يا أيمن مش عارفة كيف. طب كيف نعرف إنه رحمة؟ رحمة طلعي طلعي إيش لقيت؟ رحمة طلعي إيش لقيت؟ شو يا أيمن؟ تعالي تعالي شوفي تعالي شوفي تعالي شوفي. رحمة 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 يا الله رحمة لقيت اشي كثير غريب. شو هذا؟ طلعوا يا جماعة طلعوا يا جماعة. استني شوفي 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 ايش هذا؟ ايش هذا الشيء الغريب؟ طلعوا يا جماعة طلعوا يا جماعة. رحمة شفتي رحمة اختفى اختفى. يا الله هذا الاشي الغريب اختفى. يا الله يا الله. ايش اللي قاعد يصير معانا؟ هاي الحديقة كثير بتخوف يا أيمن. هاي الحديقة كثير غريبة وبتخوف. طب كيف هيك بدنا نروح على شفا؟ تعالي لازم نروح على شفا. أيمن بلكي شفا هربت. ايش؟ بلكي هربت، خلينا نرجع نتصل عليها نشوف وين راحت. طيب يلا خلينا نتصل عليها. صح صح نشوف شفا وين ونروح نلحقها كمان. لازم نلحقها. يا رب تكون هربت. شفا أنت شو السيارة اللي طلعتي فيها ورحتي وين وين؟ وكأنك شفتي إشي وهربتي. أنت وين؟ خلاص يا أيمن ما بقدر أتكلم ترى. كيف ما تقدر تتكلمي؟ طب أنت وين؟ أنا رحت ما أقدر أقول وين أنا رحت. ليه ما تقدري؟ يا جماعة اكتبوا لشفا احكي لنا وين أنت. آه اكتبوا في التعليقات شفا يعني أنت ورطتينا وجبتينا. تقول أنا انخطفت هذا الحديقة؟ ما انخطفتي أنت. ترى قاعدة تتخوف أيمن مشكلة بدها تورطنا يا أيمن. يا الله باي 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 يا شفا باي. رحمة طلعي هاي الثمرة اللي يأكلوا منها الشخصيات الشريرة. هاي الثمرة اللي بأكل منها الشخصيات الشريرة. شايفينها شايفينها؟ بلاش يجي أيمن هسه يأكلوا منها. هاي هي مصدر طاقتهم. يا الله بس أي حدا يلمسها يصير له شيء. أمسكها ولا لا؟ لا يا أيمن أيمن يلا اكتبوا في الكومنت أيمن. لا يا أيمن ما أجرب أكل منها. لا يا أيمن هاي الثمرة الشريرة. هاي الثمرة الشريرة يا جماعة. خلينا ناخذها ونخبيها يا أيمن. خلينا ناخذها ونعمل عليها أي شيء يعني نحاول نستكشفها. تمام هاي الثمرة يا جماعة هي اللي بتغذوا عليها الأشرار. وأخيرا لقينا طعامهم. يا الله رحمة أي أيمن لازم هذا الفيديو يوصل 100,000 لايك إن شاء الله. إن شاء الله عشان هاي الثمرة كمان تضعف ونستكشف اسرارها. في جواتها اشياء غريبه جدا راح تنصدموا اذا 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 تشوفوا ايش جواتها. يلا انا هي راح احطها في جيبي وبالبيت ان شاء الله راح اشوفها. وبالنسبه لموضوع شفا اليوم لازم ينحل. لازم يا ايمن يلا. انا حاسه انه شفا في وراها سر. اكيد في وراها سر. راح تنصدموا من اللي انا شفته.